بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، نسأل الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالفرج والرحمة والبركات. تود لجنة الإغاثة والمهجرين في المجلس المحلي الثوري لمدينة قارة أن تطرح مشروعها الجديد، وهو مشروع أضاحي الإخوة المغتربين. طبعا نحن جهزنا أنفسنا لاستقبال التبرعات وشراء الأضاحي بالوكالة عن إخوتنا المغتربين، وتوزيعها وتوزيعها على من يسكن مدينة قارة، سواء كانوا من فقراء المدينة أم من الإخوة الوافدين إلى مدينتنا الحبيبة. ولا يخفى عليكم السرور والبهجة الذي تدخله الهدية والأضحية التي سنوزعها إن شاء الله على قلوب هؤلاء في هذه الأيام المباركة، وخاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم وضعف القوة الشرائية لدى كثير من هؤلاء الناس. فمن أحب أن يوكلنا فليتواصل معنا عبر الأرقام التي ستضعها تنسيقية مدينة قارة، وهي مرفقة مع هذا الفيديو.